30 شركة تعمل في سوق التأمين في العراق، ثلاثة منها مملوكة لوزارة المالية والبقية أهلية عائدة إلى القطاع الخاص. قرابة 10 شركات لها فروع في البصرة هنا عاصمة البلاد الاقتصادية. الحكومة بهدف تنشيط السوق منعت المستثمرين من التأمين لدى شركات أجنبية حفاظا على العملة الصعبة. صدر كتاب من وزارة المالية أنه يمنع منعا باتا تأمين أي شيء، يعني ولا يحق لأي مستثمر ياخذ بوليصة تأمين من شركة أجنبية على اعتبار يقول لك هاي فلوس البلد للبلد يعني. وعلى الرغم من هذا فإن شركات التأمين تشكو مما تصفه بعزوف السواد الأعظم من الشعب عنها لغياب ثقافة التأمين، الأمر الذي جعل حقوق الأفراد والمؤسسات الحكومية غير مؤمنة في ظل عدم إلزام القانون المواطنين بالتأمين على أعمالهم وما يملكون. للأسف ماكو وعي تأمين الآن حاليا هسه بالبلد بصورة عامة، لأنه لو كان التأمين إلزامي لتوسعت ثقافة التأمين أكثر وخذت دور أكثر يعني، ولهذا شوف التأمين منحصر على محلات قليلة أو سنترات قليلة. لكن الأمر مختلف بالنسبة للشركات الأجنبية العاملة هنا، فهي ملزمة بالتأمين ولا سيما الشركات التي تعمل في حقول النفط والغاز. وفي الوقت الذي أهملت فيه دوائر الدولة التأمين تحركت شركة الموانئ للتأمين على سفنها. سوف نعيد عن القريب العاجل التأمين الكامل على كل القطاع البحرية. اليوم دخلنا كوادرنا بحدود 500 من أفرادهم بدورات مطولة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا اللي هي تابعة للجامعة العربية في مصر. قطاع التأمين يصنف من القطاعات المنتجة التي تجذب الاستثمارات، لكنه في العراق يعد الأضعف عربياً، حيث يقدر حجم أموال الشركات العاملة فيه بحوالي نصف مليار دولار. في بلد كالعراق تزداد فيه المخاطر الأمنية والاقتصادية، أصبح التأمين ضرورة ملحة لدرء الأخطار بوصفه الوسيلة المثلى لحماية الممتلكات ورؤوس الأموال. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة.